بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يتعلق بالاستدامة البيئية، حقيقة يجب أن ننتبه إلى مسألة الاهتمام بالبيئة. العالم اندفع نحو التنمية الاقتصادية والازدهار الاقتصادي مع إهمال البيئة والموارد البيئية والاهتمام بها، ولذلك عقد أول مؤتمر على مستوى القمة عقدته الأمم المتحدة في البرازيل في عام 1992، ومن ذلك اليوم والمؤتمرات تترى، سواء فيما يتعلق بالتصحر، سواء فيما يتعلق بالتغيرات المناخية إلى آخره، وهذا شيء معروف. التنمية المستدامة أو الاستدامة البيئية تعريفها سهل حقيقة. الأمم المتحدة عرفتها بأن أساسا هي تأصيل أو الاستفادة من الموارد البيئية واحتياجات الجيل الحالي بدون الإضرار باحتياجات الأجيال القادمة، ولذلك أتت كلمة sustainable اللي هي مستدام، بمعنى أن هذا المورد المستغل يجب أن يكون قادرا على العطاء والوفاء بالالتزامات التي يتطلبها منه الجيل القادم. وهذه طبعا مسألة عويصة جدا وصعبة، لأنها تتطلب مثلا توفير الرفاه الاجتماعي، تتوفر تتطلب التنمية الاقتصادية إلى آخره. ثم عرفها الاتحاد العالمي للمحافظة لصون البيئة في عام اللي هو IUCN معروف، فيما بعد عرف أنه هذا الاستدامة البيئية تعني نوعية الحياة، توفير نوعية جيدة للحياة للجيل الحاضر، الجيل الموجود، بدون الإضرار بقدرة الموارد على العطاء في المستقبل، بمعنى أنها لا تتضرر، بمعنى أنه هذه الموارد الطبيعية لا تتضرر، بمعنى أن تستمر تعطي بقدر حتى بالمستقبل. ولكن هذه مثل ما ذكرت يعني من الأمور الصعبة جدا، لأن الإنسان جبل على الطمع، الإنسان جبل على الطمع، لا يهمه إلا نفسه. ولذلك الشاعر الجاهلي يقول إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر، يعني إذا مت أنا بالصحراء مثلا ما لقيت ماء، إن شاء الله ما ينزل الماء على البشر أبدا. وهذه طبعا جبلة بالإنسان، هو يحب التملك، يحب الاستحواذ، يحب نفسه، بمعنى أنه يريد أن يستمتع بهذه الدنيا بكل مقوماتها بكل قدراتها وكذا، ولا يهمه من سيأتي بعده، حتى أحيانا ينسى أسرته، ينسى أطفاله، ينسى كذا. ولذلك الدول حقيقة اهتمت بهذا الأمر كثيرا، والمملكة من ضمنها، المملكة حقيقة اهتمت بهذا الأمر بشكل كبير. الله في حديث مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأنا شاهد على هذه المرحلة، لأنني عملت مستشار لهيئة الحياة الفطرية وإنمائها لمدة 22 عاما. أسست المحميات الطبيعية 15 محمية، وكذلك أصدرت نظم لحماية البيئة، وحددت حدود المحميات، ولكننا حقيقة لم نستطع أن نفعل ولا 1% من ما عمله
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في سنة واحدة في إعلان واحد، وهذه سآتي عليها فيما بعد. لكن نعود مرة أخرى إلى ما هي أهداف الاستدامة البيئية. أهداف الاستدامة البيئية أولاً توفير الحاجات المجتمعية، بمعنى أنه هذا المجتمع الموجود العائش الحي نوفر ما يحتاجه من مياه، من هواء نظيف، من مواد للأكل وغيرها، الحاجات اليومية للترفيه. ولكن من دون أن ننسى أنه فيها أجيال قادمة تحتاج كذلك إلى الاستمتاع بهذه الموارد. هذه واحدة. الثانية، الهدف الثاني اللي هو الحفاظ على التنوع البيئي، بمعنى أنه الإنسان دائما مثل ما ذكرت أنه جشع وأناني، الله خلقه كذا، هذه جبلته، فلا يعيش معه أحد ينافسه. ولذلك قضى على كل الحيوانات المفترسة التي يمكن أن تنافسه، يعني لا يمكن نجد بالجزيرة العربية مثلا أسود، ما نجد نمور قتلوها، ما نجد الذئاب يلحقونها في أي مكان، أي شيء يتنافس معه لا يستفيد منه يقضي عليه. فالتنوع البيئي الله سبحانه وتعالى قدره لصالح الإنسان، الله سبحانه وتعالى سخر ما في الكون ما في البيئة لصالح الإنسان، لكن طالبه بحدود، أنه تتعامل معه بحدود، بمعنى أنه الله سبحانه وتعالى يقول وخلق كل شيء بقدر، ما فيه خلق بهذه البيئة إلا له دور. حتى الحيوانات، حتى الميكروبات المجهرية التي لا تراها إلا من خلال المجهر لها دور. ولذلك دائما تحصل كوارث في إهمال هذه النقاط بالنسبة لاستدامة الموارد. وعندنا أمثلة بالمملكة، من ضمنها مثلا اللي هي مشكلة القرود، قرود البابون في جبال السروات. هذه من أين أتت؟ أتت للقضاء على عدوها الرئيسي اللي هو النمر العربي. النمر العربي إذا ما وجد قرود كان دائما يقتل صغارها وكذا، ولذلك يحد من أعدادها، فكانت أساسا لا توجد إلا في أعالي الجبال وفي أعالي الأشجار وكذا. لكنه إذا ما وجدها بدأ يأكل من صغار الماشية للمزارعين، فبدأ المزارعون يقتلونه وبدأوا يسممون المياه علشان يموت، فقضوا عليه. الآن يعتبر في حكم المهدد بالانقراض، ما يوجد بالمملكة إلا أفراد بسيطة جدا. ما الذي حدث؟ اللي حدث أن قردة البابون بدأت تتكاثر بشكل كبير جدا، فأصبحت جيوش تغزو القرى وتعبث بالمساكن وكذا. هذا لماذا؟ هذا إهمال ناتج عن إهمال التنوع الحيوي، إهمال فائدة التنوع الحيوي في جودة الحياة للإنسان الموجود، الأجيال الموجودة. من ذلك مثلا بناء مثلا سد جازان، سد جازان أصبح ما استغلت المياه الموجودة فيه، فركد الماء، بدأت البعوض يتكاثر، فتسبب بذلك بالحمى الأخدودية، أصبحت ناقلة للأمراض وغيرها. ففي أشياء كثيرة جدا عندنا نستطيع أن نستشهد بها، لكن للوقت أريد أن أتكلم عن مسألة الهدف الثالث من أهدافها، له حماية الموارد الناضبة، الموارد غير المتجددة. عندنا حماية الموارد المتجددة وحماية الموارد غير المتجددة.
الموارد المتجددة مثل النباتات. لماذا؟ لأنه إذا سقط المطر ممكن تتجدد، لكن في موارد ناضبة، بمعنى أنه ما عندك إلا هالمورد هذا، إذا انتهى. يعني مثل البترول، يعني البترول مورد ناضب، كمياته محدودة، إذا استغليته بسرعة فتفقده. إضافة لذلك عندنا مثلا المياه الجوفية، المياه الجوفية عندنا كميات رهيبة من المياه، أو كان عندنا مياه رهيبة من المياه الجوفية في طبقات كثيرة جدا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أهملنا هذه النقطة، أهملنا الاستدامة البيئية، فتوسعت الزراعة بشكل رهيب بالمملكة، وأصبح بزراعة القمح في سنين، يعني تقريبا من عام 1400 وما قبلها وما بعدها، بحيث أن مثلا كانت المياه الجوفية بالطبقات تهبط بمعدل 9 أمتار إلى 10 أمتار سنويا، ولم يؤثر على هذا. مثلا لو هو في أي دولة أخرى لو نزل متر أو مترين أصبحت قضية. استمر الانخفاض، وكان البيئيون، وأنا من الناس الذين كتبت عنها في رسالتي للدكتورة عام 1985، يعني 1405 هجرية، وكتبت لأنه بدلا من الأمن الغذائي نحتاج إلى الأمن المائي، لكن كان الاتجاه في ذلك الوقت نحو تحويل الصحراء إلى جنات خضراء. لا يمكن أصلا، هذا هدف عزيز، من الممكن أن تتصور أنه ممكن يحدث في البلاد النهرية وكذا، لكن ما عندك أنت أنهار، ولذلك حافظ على كمية المياه اللي عندك، يعني تعامل مع الموارد باستدامة. ما تعاملنا مع المياه الجوفية باستدامة، اللي حصل أنه المياه الجوفية هبطت من فوار كان يخرج فوق السطح بسبعة أمتار بالقصيم، أنا سأحاسبها سبعة أمتار، يعني تحفر يطلع الماء بدون مضخات سبعة أمتار إلى تحت السطح 300 متر. شوفوا شلون الكمية الرهيبة من مياه ناضبة، هالمياه مثل البترول. لماذا؟ لأنها ليست لا تعود للأمطار اللي تسقط الآن، هي سقطت في فترات سابقة عندما كانت الجزيرة العربية ذات أمطار كثيرة، يعني فيها فترات مطيرة، الجزيرة العربية مرت بفترات مطيرة، كانت الأنهار تجري، وادي الرمة مثلا بالقصيم يصل إلى البصرة، وادي السهبة يصل إلى قطر، وادي الدواسر كان يصل إلى الإمارات يصب الخليج، كلها كانت أنهار كانت تجري، وكان عندنا غابات وكان عندنا أشياء. فحفظت هذه المياه الجوفية في الطبقات الجوفية الرسوبية، وبقيت مملوءة. جينا حنا في فترة 30 سنة 35 سنة يمكن خلصنا على 60% منها. فهذا مصدر ناضب، هذا نسميه حنا المصدر الناضب غير المتجدد. مصدر الناضب تتعامل معه وتستخدمه بمعدل الإحلال، بمعنى مثلا إذا كانت الأمطار تسقط، إذا كان التكوين الجوفي ممكن يستفيد بعشرة بالمئة، مثلا تأخذ منه 10% فقط، ينزل أمطار 10% تحل محله. أضرب مثال بسيط لكم، مثلا يعني لو كان راتبك مثلا 5000 ريال وقررت أنت والله مثلا تبي تعيش عيشة الفنانين وغيرهم من 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 الأثرياء، وبعدين رحت مثلا لدولة من الدول وحجزت فندق 5 نجوم، وبعدين بدأت تستاجر ليموزين وتأكل في أفخم المطاعم وكذا، فراتبك هذا طار. ما هو بس هذا، حتى اللي التوفير في القضية
وخلنا نعدل المثل هذا بصورة أفضل. لو مثلا جاك مبلغ 100,000 ريال، 100,000 ما شاء الله، يعني دخلت في مسابقة ولا شيء، المهم اللي أمك دعت لك ولا شيء، المهم جاك 100,000، لكن راتب كم؟ 5,000 ريال. أنت ظنيت أنه هالـ100,000 هذه أنه خلاص أصبحت مثل مثلا بيل غيتس ولا غيره، فقلت والله خلاص أول شيء أبى أشتري سيارة ممتازة، أبى أروح أسافر وكذا. طيب كم تصرف؟ نفرض مثلا أنه صرفت، بدأت تصرف بالشهر 30,000، صرفت من هالـ100,000 كم؟ 30,000، ولكن دخلك كم؟ 5,000. الشهر الثاني تصرف 30,000، الشهر اللي بعده 30,000، خلصت. فلذلك لذلك هذه مسألة الموارد الناضبة لازم تتعامل معها بمقدار الإحلال، إنه ما تنتهي، ما ينتهي هذا المورد، وتستغله بمعدل الإحلال الذي سيأتي إليه. طبعا هذه مسألة مهمة جدا، والمملكة أدركتها فيما بعد، ووضعت حلول الحقيقة لمعالجة، استراتيجية كبيرة جدا لمعالجة نقص المياه، وكذلك الزراعة بمعنى أوقف وزراعة الأعلاف، طلبوا من المزارعين يضعون عدادات على الآبار، وأشياء كثيرة جدا عملت الحمد لله يعني. ولذلك أقول إنه نعيش الآن نحن في وضع مثالي جدا. أنا أقول دائما الحمد لله الذي أطال الله سبحانه وتعالى أعمارنا علشان نرى هذا التحول، لأني من الناس الذين جاهدوا للوصول إلى مثل هذه النقاط، لكن ما رأيناها. الآن في عهد الملك سلمان والأمير محمد سلمان حصل أكثر مما نتوقع، حصل أكثر مما كنا نتمنى. يعني المحميات الملكية التي أعلنت هذه مساحاتها ضخمة جدا، ليس فقط هذا، يعني كان عندنا محميات، أنا عملت على رسم حدودها، عندنا حرة الحرة، عندنا الخنفة، عندنا مثلا الطبيق، عندنا مثلا التيسية، عندنا مثلا محمية الوعول، عندنا محمية محازة الصيد، محمية فرسان إلى آخره، كلها محميات كثيرة جدا، ريدة إلى آخر، عروق بني معارض، لكنها لم تكن مسنودة بنظم تحميها الدولة، يصدر النظام ولكن ما فيها أحد يطبقه. يعني مثلا بعطيكم مثال، يعني مثلا جاهدنا نحن في ذلك الوقت لأجل منع الاحتطاب، صدر أنظمة أنه منع الاحتطاب، يمنع الاحتطاب، وجاهدنا كذلك باستيراد بأن الحطب يأتي معفى من الجمارك، وصدر هذا، ولكن لماذا؟ على أساس أن الناس ما تقطع إلى الشارع المحلية اللي هو الطلح والغضا والأرطة وكذا، لكن ما حصل شيء. أسواق المملكة كانت تعج بأسواق الحطب، كان الحطابون يقطعون الأرطة ويقطعون الغضا من النفود الكبير، ويقطعون السمر من أودية المدينة المنورة، ويأتون عبر الطرق السريعة يصلون إلى الرياض ويبيعونه في سوق الحطب. هذا تغير الحمد لله. ما الذي تغير فيه؟ الذي تغير وضع شرطة اسمها الشرطة البيئية، الأمن البيئي، وظيفتهم فقط لمراقبة المحميات الملكية، مراقبة الطرق، مراقبة تطبيق هذه النظم. هذا ما كان موجود، الآن موجود. هذه بشائر الحقيقة لم نراها إلا مع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، شيء الآن يثلج الصدر. يعني مثلا كان يأتي واحد مثلا معه هايلوكس ولا ديدسن ولا كذا، مملوء الحوض كامل بالضبان،
يروح يقف في المقابرة ولا يقف في أي مكان يبيع على الناس. هو ما يحتاج إلا ضب واحد. صارت تجارة، كنسوا الدنيا كلها. كانت ما بين الرياض إلى أرماح كنت ترى الضبان بالنهار، الآن ما ترى ضب واحد، كنست كلها. فالحمد لله الآن لو تصيد ضب الغرامة 10,000 ريال. نظام شرطة بيئية تأخذك للقاضي يحكم عليك 10,000 ريال. هذه العقوبات الرادعة هذه اللي ستنمي البيئة وتحافظ على الموارد، هذه الاستدامة البيئية. وبدأنا نرى هذا، يعني الناس الحقيقة، أنا قلت في البداية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لما الدولة سنت هذه النظم و يعني بدأت بنفسها في التطبيق، الناس استجابوا، حتى الهيئات الحكومية استجابت. يعني بعطيكم أمثلة، مثل أرامكو. أرامكو الآن عندها محمية بالشيبة من ربع الخالي، فيها تنوع رهيب من الحياة، فيها عندهم مها، عندهم ضبا، عندهم نعام، عندهم كل شيء، عندهم محمية في تناقيب جنوب الخفشي أو شمال الخفشي، عند الخفشي للضبان فقط، عندهم محمية للتنوع الحيوي بخريس، عندهم محمية لبرنامج لإكثار العقاق السيري كذلك، طائر العقاق في أبها، عندهم كذلك محميات لإصطياد لحصد المياه الجوفية، مياه الأمطار وكذا في عسير. الهيئة الملكية لتطوير العلا الآن عندهم 4 محميات، عندهم محمية في عندهم محمية في شرعان، وادي شرعان، عندهم محمية في الغراميل، عندهم محمية في حرة عويرض، عندهم محمية في وادي نخل. هذه مؤسسات حكومية. لماذا؟ لأنهم رأوا الدولة اهتمت فبدأوا يهتمون. الهيئة الملكية لتطوير الرياض عندهم محمية طويق الآن رسموا حدودها وتحت التنفيذ. عندك محمية السودة الآن في 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 أبها. فهذه الجهود الحقيقة، بالإضافة لمحميات الملكية الضخمة، محمية الملكية مساحاتها كبيرة جدا، ده محمية الملك سلمان. محمية الملك سلمان تجمع 3 محميات من المحميات الطبيعية الأولى، عندك محمية الحرة، محمية الخنفة، ومحمية الطبيق، كلها أصبحت محمية الملك سلمان. عندنا محمية الإمام تركي بن عبد الله اللي هي محمية تيسية قديما، هذه تأخذ كذلك من الدهنة وتأخذ من النفود وتأخذ من الصمان. عندنا محمية الإمام اللي هي محمية تركي الإمام تركي بن عبد الله، ثم عندنا محمية الإمام عبد العزيز بن محمد اللي هي خريم وما حولها، كذلك تأخذ في جزء منها تأخذ من الصمان. وعندنا محمية الملك عبد العزيز اللي هي الخفص وما حولها، ثم عندنا محمية الإمام سعود بن عبد العزيز اللي هي محازة الصيد، وعندنا محمية الملك خالد اللي هي ثمامة. محميات ملكية جميلة جدا تحمى، لها مجالس إدارة، كل محمية لها مجلس إدارة يرأس أحد الأمراء، لاحظ الأهمية، وله مجلس إدارة يعني مهم يعني قوي، ولها ميزانية مستقلة. هذه الجهود التي بذلتها الدولة لم تصبح سنة حميدة فقط
للدولة وللجهات الحكومية بل للمواطنين. المواطنين استجابوا، الآن فيه جمعيات كبيرة جدا للإكثار من النبات في كل المملكة، في كل المملكة. عندنا مثلا لو تأخذ من الرياض إلى القصيم يمكن حوالي في 16 جمعية وأكثر. فالحمد لله يعني أن الدولة سنت هذه السنة الحميدة وتبعها الناس، المواطنون أسسوا جمعيات تطوعية لإكثار النبات. فأعرف أنا عشرات الجمعيات الآن حقيقة مبادرة تطوعية من الناس يجمعون بذور النباتات المهددة بالانقراض والنباتات المستزاغة ويبذرونها مثلا بالأودية، يبذرونها في الفياض بالرياض إلى آخره. هذه كلها الحقيقة جهود نبعت بتأثير الاهتمام الذي أولته الدولة للبيئة. يعني الناس يتبعون ملوكهم، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا الاهتمام حقيقة ولد أشياء كثيرة. الأمير محمد بن سلمان عندما أعلن طبعا رؤية المملكة في البداية هي ركزت على ثلاثة محاور، اللي هو مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. هذه الثلاثة محاور كان من ضمنها الحقيقة اللي هو نوعية الحياة، إنه إيجاد مجتمع ينعم بيئة نظيفة، هواء نقي، ماء نقي، مستقبل مزدهر. إضافة لذلك إن الرؤية الحقيقة ركزت على نقاط بعض الناس لا يدركها، وهي كلها الحقيقة تعود للبيئة، اللي هو اقتصاد مزدهر يقوم على مسألة إحلال الطاقة النظيفة. فمثلا الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والطاقة الرياح وكذا، المملكة لها استثمارات كبيرة فيها. يعني عندنا محطة طاقة شمسية ضخمة جدا في وعد الشمال بالجوف، تولد الطاقة الكهربائية، هذه رائعة جدا. عندنا أكساغون في نيوم، هذه تستخدم الهيدروجين الأخضر. عندنا محطات في الطاقة الشمسية مثلا كثيرة جدا في كذلك، يعني في ينبع وفي جازان وفي غيرها، وعلى مستوى أصغر وأكبر. يعني هذه التوجهات للطاقة النظيفة ستفيد في أشياء كثيرة. أولا إن طاقة نظيفة وهواء نظيف وبيئة نظيفة، وثانيا ستخدم بتوفير هذا الاستهلاك الرهيب في المملكة للبترول. يعني البترول الآن نحن نستهلك داخل المملكة حوالي 4 ملايين برميل يوميا، يمكن أكثر من 4 برميل يوميا. هذا ممكن نبيعه برا، هذا استهلاك داخلي لمورد ناضب، البترول مورد ناضب. فال4 ملايين إذا أنت والله مثلا استخدمت الطاقة النظيفة المتجددة، لأن الطاقة الشمسية طاقة متجددة، هي تأتي من الشمس ورخيصة، وعندنا شمس ما شاء الله، يعني ما عند أحد مثلنا من الشمس. فسنجد إلى أنه هذا الإهدار من النفط الذي نستخدمه داخل المملكة من الممكن أن نستفيد منه خارجيا، وتستفيد منه اقتصاديا طبعا لتوفير بدائل أخرى وتوفير
الرفاه الاجتماعي في مشاريع للمملكة. مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح. أرامكو الآن عندها مشاريع رهيبة جدا فيما يتعلق بالطاقة النظيفة، سواء في إحلال الغاز محل النفط، في أشياء كثيرة جدا، الطاقة الشمسية دخلت مع المملكة في الاقتصاد، في الهيدروجين الأخضر. المملكة الآن رائدة في الهيدروجين الأخضر، بل إنها الدولة الأولى في العالم في هذا كله طاقة نظيفة. الأمير محمد بن سلمان أعلن مبادرات، أولا مبادرات الشرق الأوسط الأخضر، مبادرات الرياض السعودية الخضراء، مبادرات الرياض الخضراء، وهذه قائمة على زراعة لا أقول ملايين، إنما المبادرات تتكلم عن مليارات الأشجار في المملكة، في مدن المملكة، وكذلك في الشرق الأوسط. لماذا اهتمام بالشرق الأوسط؟ لأن التأثير التلوث ينقل. يعني بتشوف العواصف اللي تأتينا من العراق كثيرة جدا، تأتينا مثلا من عبر الصحراء الكبرى، يعني عندنا صور الأقمار الصناعية مرئيات تشوف عواصف غبارية تعبر البحر الأحمر وتصل المملكة. هذه كلها الحقيقة يجب أنه المملكة تبذل بعض الجهد لمساعدة هذه الدول في تخضير الصحراء. في بعض الناس يقول يعني كلامك متناقض، يعني كيف الآن المملكة ستوجد رياض خضراء وتوجد سعودية خضراء وكذا، وحنا نقول عندنا مشكلة بالمياه ونقول على الحفاظ على الموارد الجوفية وكذا. هذه كلها سيستخدم فيها ما يسمى بالمياه الرمادية. المياه الرمادية هذه تضيع هدرا الآن، هي المياه المعالجة بالمرحلة الثالثة اللي هي مياه المجاري لكم الكرامة، بمعنى أنه المعالجة ستستخدم فيها. وهذه في الرياض الآن تشوفون في كل الشوارع الآن مسألة زراعة الأشجار، وكذلك بدأوا في بعض الأحياء اللي هو تخضيرها، والحمد لله يعني الأمور ماشية. أنا في بعض الأبحاث التي قرأتها قديما من عام، يعني أنا حصلت على دكتوراه في ديسمبر 1985، لكن كنت أقرأ في ذلك الوقت وكتبتها في رسالتي، إلى أن هناك علاقة طردية ما بين زيادة الأمطار واخضرار الأرض. يعني إذا كثرت الأشجار تكثر الأمطار، ما تقل، تكثر الأمطار، إذا قلت تقل الأمطار. ومسألة شرحها الحقيقة قد لا يكون مناسب أن أشرحها اليوم، لكن هذه لها علاقة بالنسبة للطلاب في الجغرافيا يعرفونها، اللي هي علاقة الألبيدو. الألبيدو اللي هو البياض. لماذا؟ لأنه الأشعة القادمة من الشمس، يعني بدلا من أنها تعكس بشكل كامل، الأرض تمتصها، ثم الحمل الحراري يؤدي كذلك إلى حمل بخار الماء وإيجاد مرحلة تالية للتكثف، ومن ثم سقوط الأمطار. هذه حقيقة موجودة ومعروفة. المملكة جربت كذلك تلقيح السحب، اللي هي مثلا ذر السحب يعني الثلج اللي هو تبريد، مسألة تبريد، ثم ذرها بالثلج، أو ذرها بأيود الفضة. يعني طائرات تخرج فوق السحب، خاصة سحاب المزن، وعندنا سحاب مزن رهيب جدا يأتي ثم يهاجر
بدون أن ينزل منه قطرة واحدة. لماذا؟ لأنه الجو قد بدأ بالدفء، فأنت تحتاج إلى أنه هذه السحابة تبرد زيادة وتمطر عندك. ففي بعض المحاولات من قديم الزمان، ليس هذا جديد، يعني من الثمانينات الولايات المتحدة جربت هذا، إسرائيل جربته، المملكة في البدايات جربته، فوجد بأنه على الأقل الأمطار تزيد بنسبة 15 إلى 20%. المملكة الآن عندها طائرات جاهزة لرش هذه السحب والاستفادة من كل قطرة. يعني بعض الدراسات ذكرت بأن سحاب المزن الذي يتشكل فوق جبال السروات لا يسقط منه إلا 1% من الأمطار، الباقي يتلاشى، والسبب في ذلك أنها تصل إلى أعلى القمة ثم بعد أن تنحدر في الجانب الثاني يتلاشى السحب، لأنه يبدأ يكتسب حرارة بدلا من أن الحرارة تبدأ تتناقص مع الارتفاع، في الجانب الثاني تبدأ الحرارة تتزايد بالانخفاض، فلذلك يتلاشى السحاب. إذا استخدم اللي هو تلقيح السحب فيما يتعلق بالسحب التي تأتي عبر جبال السروات، ستزيد الأمطار إن شاء الله 20%، وهناك طائرات كاملة في هذا. إسرائيل جربته وزادت نسبة الأمطار عندهم من 16 إلى 19 إلى 20%، في الولايات المتحدة جربوه نفس النسبة، لكن في الولايات المتحدة ظهرت مشكلة، وهي أن السحب الملقحة التي في الولايات التي تحتاجها أصبحت الأمطار تسقط في ولايات لا تحتاج المطر، فطبعا يسقط المطر ومعه كذلك الأيود الفضة وكذا، فقد يؤذي التربة. يعني في بعض الولايات يقول ما عندنا إشكالية، أهم شيء ينزل المطر، نريد ماء، يعني ممكن حنا نصبر على ما أضرار التربة لكن نريد المطر. فصارت السحب ما تمطر عندهم، تمطر على ولايات أخرى، فصارت فيه مشاكل قانونية، ولذلك ألغي هذا البرنامج. لكن بالنسبة لنا نحن بعض السحب، الشاعر العربي وش يقول؟ يقول سحائب صيف عن قليل تقشعوا، والناس يقولون سحاب الصيف، سحاب الصيف تأتي وترعد وتبرق وكذا، تظني لأن الأمطار ستسقط وبشكل كثيف ثم تتلاشى. البرنامج هذا نريد هذه السحب التي ترعد وتبرق تمطر كذلك، هذا ليس تدخل بقدرة الله، ولا الله سبحانه وتعالى قدر هذه السحب لسقوط المطر، هذا فقط هو زيادة تبريدها، حثها على المطر، حثها على أن ذرة السحابة تتحول إلى قطرة مطر. وهناك أمور كثيرة حقيقة في هذا المجال، يعني مثلا أعطيكم أمثلة فيما يتعلق بإهمال الاستدامة البيئية. إهمال الاستدامة البيئية نتج منه أشياء كثيرة جدا، من ضمنها مثلا مشكلات التغير المناخي الذي يحاول أن يعالجه العالم، الاحتباس الحراري، والجغرافيون يعرفون هذا، أنا لا أريد أدخل في التفاصيل حقيقة. المملكة جزء من هذا العالم، تتأثر ما في شك بما يتأثر به العالم، تقبل أوزون، حدث في مشكلات كثيرة من ضمن الفريون وغيرها التي كانت تصعد، طائرة الكونكورد اللي كانت تطير على ارتفاع أكثر من 11 كيلو متر وكانت تؤثر على الأوزون ويتحطم، ولذلك ظهر ثقب الأوزون وله تأثيرات كثيرة لا أريد حقيقة أن أدخل فيها، إنما تقرأ في مصادرها. طبعا عندك مثلا المياه الجوفية واستهلاكها وغير ذلك من الأمور.